طب شوف برضو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من اللي قال؟ ابن عمر، لا تمنع النساء بالليل من المساجد. يعني ما بصير تمنع زوجتك تروح على المسجد حتى لو في الليل، حتى لو في الليل. فقال بعض بني عبد الله بن عمر، والله إنا لا ندعهن يتخذنه دغلا. يعني ايش؟ يعني حجة، بلاش يروحن ويجن، هالنسوان رايحات في وقت الليل. فغضب عبد الله بن عمر، فضرب ابن عمر صدره وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول؟ يعني هو من شدة غيرته لا يريد زوجته أن تخرج في وقت العشاء أو المغرب إلى المسجد. فكيف لو رأى في زماننا كيف أن الشباب يذهبون إلى الجامعات المختلطة؟ وين حضرتك؟ والله بدرس إنجليزي في الجامعة. ما شاء الله شباب؟ لا والله 90% بنات وأنا بينهم. شو بدك تحكي معه؟ كيف بدك تتفاهم معه وضع حرام؟ بدك تكون معناته قضيها صايم او تجوز على البدري، بدك تنفتن في دينك ولا حول ولا او ايش؟ البنت وين؟ والله بدرس ميكانيك. بنت جايبينها بتدرس في احد الجامعات مهندسه ميكانيك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بنات مع البنات، شباب مع الشباب، اما اختلاط. فهذه امرأة رايحة على المسجد وغيران عليها، كيف انت مش غيران على بنتك رايحة عند شباب في الجامعة؟ ولا مش غيران على ابنك حاطه عند بنات؟ ما هو الغيرة برضه بدك تغار على اولادك يعني، بس على البنات بنغار؟ بنغار على الجميع. تصور يعني هذا لو قيل له ودي بنتك عند الشباب شو بده يصير فيها؟ إذا اذهب بنتك لتصلي وفي المسجد شو ماله؟ يقول لك والله إنا لنمنعهن، أنا ما بخلي بنتي تطلع على المسجد. من باب أولى إنه مش راح يخليها تطلع وين؟ على جامعة ولا على أسواق ولا 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 ولا، حافظك عليها. ولا حول ولا قوة إلا بالله من غربة هذا الزمان.